سلامة، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله مع بعضنا باش نعملو عين اسبانيولية. بالنسبة للعين اسبانيولية هي فما زوز انواع. عندنا الطريقة التقليدية اللي هي نطرحو اللحم ونحطو فيه العظم ونروليوه ونسكروه ونطيبوه، والا نجمو نعملو معناها فرديين على كل كعب عظم نعملو واحدة عين اسبانيولية. انا اليوم باش نعتمد الطريقة الثانية ان شاء الله، اتو مرة اخرى نعتمد معاكم الطريقة الاولى. لهنا خديت 400 غرام لحم مفروم، باش نزيدو شوية تبلو كروية، شوية فلفل اكحل، سنة ثوم، وباش نفوحو بشوية هريسة عربي. بالطبيعة الملح، باش نملح الملح حسب الذوق وحسب الكمية، هكا يكفي. زيدنا الهريسة العربي مالحة، ولهنا باش نزيد شوية زيت. الطريقة هذه الحقيقة الطريقة هذه أسهل من الطريقة الأولى ومتاع فيسع فيسع. ولهنا عندي كيما قاعدين نشوفوا مغرفة نعناع شايح، باش نزيد هكا باش نفتفتو هكا بيديا باش ما يبداش خشين برشا. النعناع الشايح يفوح بالقدا. ولهنا بيديا باش نعجن، نخلط المكونات، ندخل هكا الفحات في اللحم بالقدا وزيت باش من بعد كعبة العين الاسبانيولية تجينا مرتوبة. لازم اللحم مفروم هكا نعجنوه بالقدا ونخلطوه بالقدا. لهنا باش نزيد شوية زيت حسب التقريب، نحطو 3 مغارف زيت خاطر اللحم مفروم ما فيهوش شحم باش من بعد يسيب الزيت نتاعو. لان اللحم مفروم اللي عندي كله اللحم، انتوما كان شفتوه اللي هو مخلط بالشحم تنقصوا من كمية الزيت بالطبيعة. هنا كيما قاعدين نشوفو هكا عجنتو بالقدا مع بعضو، توا باش نقسموه على 3 تقريبا يكونوا هكا متساويين. نجي لهنا ناخذ طرف اللحم هكا نحلو هكا في يديا. راهو الكميه هذه متاع 400 نجمو تعملو بها اكثر من 3 كعبيدة، نجمو تمشيو حتى 4-5 كعبيد. ولهنا هكا ندور هكا اللحم على كعبة العظم بالقدا، مشيرات الكل، نتأكد اللي كعبة العظم مغلفة بالقدا، ونحاول هكا نلحم اللحم. على ذيك قلت لكم اعجنوا اللحم الاول بالقدا باش يتلم معاكم ما يقعدش محلول، ونعملوه هكا في شكل هكا كعبة العظم، باش من بعد كي نقسمو في الوسط نلقاو اللحم ابيض العظم واصفر العظم، هكاكا يجيونا مزيانين ومرتوبين. نعاود معاكم كعبه اخرى بنفس الطريقه، نحل هكا اللحم في يديا، نحط كعبه العظم في الوسط ونرجع هكا نلفها. كيف ما قلت لكم طريقة سهلة وأسهل برشا من الطريقة التقليدية. الطريقة الأولى معني هذيك قلت تبدأ ملفوفة، وأنا الحق تعجبني الطريقة هذية. الأخرى اللي لفوها نفرشوها هكا، لفوا اللحم ونحطوا العظم ومن بعد لفوها، طيح برشا دي شيء ما يجينيش معناها الكلهم فيهم اللحم وأبيض عظم وأصفر عظم. وزيد هذية الحق أسهل. ولهنا كملت شكلت 3، ما قعدت كان باش نحطهم في الفور، باش ندخلهم للفور. حطيت بابي كويسون باش نتفادى انه تلصق لي ملوطة، ونحطهم هكا ما نزيدوهم حتى شيء خاطر بتوعتهم فيهم الزيت. ولهنا حضرت في ألمنيوم، حطيت فوق بابي كويسون خاطر ما نحبش انا
يكون الماكلة ان كونتاكت ديريكت مع البابية الومنيوم كما تعرفوا ما هوش صحي. باش نغطيه بالكدا ومقعد كان باش ندخلوا الفور اللي سبقوا سخنته على 160-170 درجة، ما نفوتوش هكيك باش تطيب وتقعد راوية ما تجينيش شايحة. وكما تعرفوا اللحم مفروم ما فيهوش روح في ساعة ما يطيب، دونك على 170 درجة مدة تطيب هكيك 25-30 دقيقة ما أكثرش. وهذا يعني اسبانيورية بعد ما خليتها في الفور 25 دقيقة وهي مغطية بالبابية ألمنيوم، ومن بعد نحيت بابية ألمنيوم وخليتها احمرت هكا وشاحت درج 7 دقائق ما أكثر. توا باش نقسمها هكا على زوز كيف ما شفتوا هكا نلقاوها من داخل كيف ما قلت لكم من الاول، نلقاو اللحم داير كيف كيف الابيض متاع العظم والاصفر متاع العظم. انا باش نكتفي بزوزه هكا والاخرى باش نخليها للي يحب يزيد. من بعد لهنا انا اخترت باش نقدمها بالطريقه هذه، انتم تقدموا كيف ما تحبوا انتم. لهنا حطيت الخس باش نحط فوقه كعبتين اسبانيوليه، ولهنا حضرت صوص باش نعدي معاها. قليت نص راس بصل في شويه زيت وسنه ثوم، زدت عليها نص مغرفه طماطم معجونه وشويه هريسه عربي، قليتهم بالكدا. ومن بعد قصيت كعبتين طماطم جويدين وزدت حطيتهم على الطماطم هذيك، قليتهم بالكدا، زدت شويه ماء، فواحد شويه ملح، شويه فلفل كحل، شويه تبلو كرويه، شويه حبق في الاخر. وفي قريب الطيب قصيت لها قرن فلفل في ساعه ما تحضر، وراني حضرتها معاكم قبل هذيك. ولهنا قليت شويه بطاطا باش نحطها معاهم، وهذه هي وصفتنا لليوم اللي هي عين اسبانيولية، وانا زدت معها صوص وزدت معها بطاطا. ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تكون حصلت الاضافة. وتو مقعد لي كان نقول لكم ان شاء الله نلقاكم على خير من هنا للفيديو الجاي، وبسلامة.